السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم محمد من قناة ليتاليانو كون أم وعميد. ومع تتمة سلسلة تعلم الإيطالية من الصفر، كنا قد رأينا سابقا بعض الأفعال المصرفة في الضمير المتكلم أنا إيو. الآن لننتقل لتصريف هذه الأفعال مع الضميرين الغائب هو وهي مركبة في جمل جديدة. لنبدأ على بركة الله. لنجيب أولا على سؤال التميز للدرس السادس: أود العمل مع حضرتكم كل يوم، ويمكنني فعل ذلك لأنه ضروري بالنسبة لي. Mi piacerebbe lavorare con lei ogni giorno e posso farlo perché è necessario per me. قبل بدء الدرس أدعوكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبتكم طريقتي في الشرح. لنبدأ على بركة الله. تذكرون فعل استطاع يستطيع في صيغة المصدر؟ جيد، potere. كيف نقول يمكنني أو أستطيع؟ جيد، posso. posso مصرفة في ضمير المتكلم أنا. الآن لنرى تصريف هذا الفعل في ضمير الغائب هو وهي. لكي نقول هو يستطيع أو هي تستطيع على التوالي: lui può، lei può. كما لاحظتم نفس تصريف الفعل مع الضميرين lui و lei، نفس الكلمة. ليس كاللغة العربية نقول هو يستطيع هي تستطيع، في اللغة الإيطالية lui و lei تمشي معها نفس الكلمة può. رددوا معي: può può. تذكرون فعل الكينونة؟ جيد، essere. essere تذكرون هنا؟ أحسنتم، qui. qui كيف نقول يمكنني أو أستطيع أن أكون هنا؟ فكروا جيدا. أحسنتم، posso essere qui. posso essere qui كيف نقول هو يمكنه أو يستطيع أن يكون هنا؟ مهلة للتفكير. جيد، lui può essere qui. lui può essere qui. في اللغة الإيطالية ليس من الضرورة كتابة الضمائر الشخصية. إن قلنا può essere qui فهي صحيحة، وإن قلنا lui può essere qui فهي صحيحة. تذكرون كيف قلنا لاحقا أو في وقت لاحق؟ جيد، più tardi. più tardi كيف نقول يمكنه يستطيع أن يكون هنا في وقت لاحق؟ جيد، può essere qui più tardi. può essere qui più tardi كيف نقول يمكنني أن أكون هنا لاحقا؟ بضع ثواني للتفكير. جيد، posso essere qui più tardi. posso essere qui più tardi كيف نقول لا يمكنني أو لا أستطيع؟ جيد، non posso. non posso كيف نقول لا يمكنه أو لا يمكنها؟ جيد، non può. non può كيف نقول لا يمكنه أن يكون هنا؟ مهلة للتفكير. جيد، non può essere qui. non può essere qui تذكرون كلمة اليوم؟ جيد، oggi. oggi كيف نقول لا يمكنه أن يكون هنا اليوم؟ فكروا جيدا. جيد، non può essere qui oggi. non può essere qui oggi كيف نقول
لا يمكنها أن تكون هنا غدا. مهلة للتفكير. جيد. Non può essere qui domani. Non può essere qui domani. تذكرون كيف قلنا أريد؟ جيد. Voglio. Voglio من فعل volere في صيغة المصدر. لكي نقول هو يريد أو هي تريد، vuole كلمة واحدة تمشي مع الضميرين معا. vuole vuole. كيف نقول أريد أن أكون هنا؟ جيد. voglio essere qui. voglio essere qui. كيف نقول يريد أن يكون هنا؟ فكروا جيدا. أحسنتم. vuole essere qui. vuole essere qui. تذكرون كيف قلنا معي؟ جيد. con me. con me. con me. كيف نقول تريد أن تكون معي اليوم؟ هي تريد أن تكون هنا معي اليوم. بضع ثواني للتفكير. جيد. لي vuole essere qui con me oggi. أو يمكن أن نحذف الضمير ونقول vuole essere qui con me oggi. vuole essere qui con me oggi. تذكرون فعل فعل يفعل في صيغة المصدر. جيد. fare. fare. كيف نقول فعل ذلك أو فعله؟ جيد. farlo. farlo. كيف نقول أريد أن أفعل ذلك اليوم؟ أحسنتم. voglio farlo oggi. voglio farlo oggi. كيف نقول هو يريد فعل ذلك غدا؟ هو يريد فعل ذلك غدا. فكروا جيدا. ممتاز. vuole farlo domani. أو lui vuole farlo domani. كيف نقول هي تريد أن تفعل ذلك في وقت لاحق؟ هي تريد فعل ذلك في وقت لاحق. مهلة للتفكير. جيد. vuole farlo più tardi. أو lei vuole farlo più tardi. كيف نقول لا أريد؟ جيد. non voglio. non voglio. كيف نقول لا أريد أن أكون هنا اليوم؟ فكروا جيدا. أحسنتم. non voglio essere qui oggi. non voglio essere qui oggi. كيف نقول هو لا يريد أو هي لا تريد؟ ممتاز. non vuole. non vuole. كيف نقول هي تريد أو هي لا تريد فعل ذلك غدا؟ هي لا تريد القيام بذلك غدا. جيد. non vuole farlo domani. non vuole farlo domani. كيف نقول لا يريد أن يكون هنا معي؟ لا يريد أن يكون هنا معي. مهلة للتفكير. جيد. non vuole essere qui con me.
Non vuole essere qui con me. Non vuole essere qui con me. فعل الاتصال اتصل يتصل هو chiamare. رددوا معي chiamare. Chiamare. يتصل بي أنا هي chiamarmi. 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 كيف نقول يستطيع أو يمكنه؟ جيد. Può. Può. كيف نقول هو يمكنه أن يتصل بي أو يستطيع الاتصال بي؟ فكروا جيدا. ممتاز. Può chiamarmi. Può chiamarmi. Può chiamarmi. كيف نقول يمكنه الاتصال بي لاحقا؟ يمكنه الاتصال بي لاحقا. أحسنتم. Può chiamarmi più tardi. Può chiamarmi più tardi. كيف نقول يمكنها الاتصال بي في الغد؟ يمكنها الاتصال بي في الغد. مهلة للتفكير. جيد. Può chiamarmi domani. Può chiamarmi domani. Può chiamarmi domani. كيف نقول لا يستطيع أو لا يمكنه؟ جيد. Non può. Non può. كيف نكون هذه الجملة؟ لا يمكنه الاتصال بي اليوم. لا يمكنه الاتصال بي اليوم. سهلة جدا. Non può chiamarmi oggi. Non può chiamarmi oggi. لأنني مشغول هي perché sono occupato. Perché sono occupato. إن كانت أنت تقول perché sono occupata بالأ في الأخير. كما قلت لكم سابقا عموما الكلمات التي تنتهي بالأ تستعمل للمذكر، والكلمات التي تنتهي بالأ تستعمل للمفرد المؤنث. توجد استثناءات سنراها في درس خاص إن شاء الله. لنحاول تركيب جملة طويلة نوعا ما. كيف نقول لا يمكنه الاتصال بي اليوم لأنني مشغول أو لأنني مشغولة؟ يمكنكم توقيف الفيديو واكتبوا لي الإجابة في التعليق. Non può chiamarmi oggi perché sono occupato. إن كانت أنت تقول Non può chiamarmi oggi perché sono occupata. كيف نقول تريد هي تريد؟ جيد. Vuole. Lei vuole. هي تريد الاتصال بك. هي vuole chiamarti. Vuole chiamarti. كيف نقول هي تريد الاتصال بك لاحقا؟ مهلة للتفكير. جيد. Vuole chiamarti più tardi. Vuole chiamarti più tardi. كيف نقول لا تريد الاتصال بك لاحقا؟ بمعنى أن ننفي الجملة. جيد. Non vuole chiamarti più tardi. Non vuole chiamarti più tardi. تذكرون فعل المعرفة؟ جيد. Sapere. Sapere. كيف نقول أريد أن أعرف؟
جيد. voglio sapere. voglio sapere. تذكرون كيف قلنا إذا أو إن؟ جيد. سي سي. كيف نقول أريد أن أعرف إن تستطيع أن تتصل بك في وقت لاحق؟ أريد أن أعرف إن تستطيع أن تتصل بك هي في وقت لاحق. جيد. voglio sapere se può chiamarti più tardi. voglio sapere se può chiamarti più tardi. كيف نقول أريد أن أعرف إن كان بإمكانه أن يكون هنا لاحقا؟ أريد أن أعرف إن كان يستطيع أن يكون هنا لاحقا. فكروا على مهلكم. voglio sapere se può essere qui più tardi. voglio sapere se può essere qui più tardi. لأنه مهم. كيف نقولها؟ جيد. perché è importante. perché è importante. لنحاول تركيب جملة طويلة نوعا ما. أريد أن أعرف إن كان يستطيع الاتصال بي غدا لأنه مهم. أريد أن أعرف إن كان بإمكانه الاتصال بي غدا لأنه مهم. فكروا على مهلكم. يمكنكم توقيف الفيديو. voglio sapere se se può chiamarmi domani perché è importante. voglio sapere se può chiamarmi domani perché è importante. voglio sapere se può chiamarmi domani perché è importante. تذكرون كيف نقول أحتاج أن أعرف أو أنا بحاجة لمعرفة؟ جيد. ho bisogno di sapere. ho bisogno di sapere. كيف نركب هذه الجملة؟ أحتاج أن أعرف إن كان بإمكانه أن يفعل ذلك لي اليوم. أحتاج أن أعرف إن كان يستطيع القيام بذلك لي أو من أجلي اليوم. تريت في الإجابة. جيد. ho bisogno di sapere se può farlo per me oggi. ho bisogno di sapere se può farlo per me oggi. كيف نقول هي تريد؟ جيد. vuole. vuole. كيف نقول أنا مشغول أو أنا مشغولة؟ جيد. sono occupato أو sono occupata. كيف نقول تريد أن تعرف إذا كنت مشغولا اليوم؟ تريد أن تعرف إذا أنا مشغول أو مشغولة اليوم. فكروا على مهلكم. جيد. vuole sapere se sono occupato oggi. أو vuole sapere se sono occupata oggi. تذكرون كيف نقول يجب علي؟ جيد. devo.
devo من فعل dovere في صيغة المصدر. لنصرف هذا الفعل مع الضمير هو وهي، هو يجب عليه أو هي يجب عليها. deve، رددوا معي، deve deve. تذكرون فعل الخروج؟ جيد. uscire uscire، كيف نقول هذه الليلة؟ جيد. questa notte أو stanotte، كيف نقول يجب علي الخروج هذه الليلة؟ ممتاز. devo uscire questa notte، devo uscire questa notte، كيف نقول يجب عليه الخروج هذه الليلة؟ فكروا جيدا. أحسنتم. deve uscire questa notte، deve uscire questa notte، كيف نقول يجب عليها أن تتصل بي أو يجب عليها الاتصال بي؟ فكروا جيدا. أحسنتم. devi chiamarmi، devi chiamarmi، devi chiamarmi، كيف نقول يجب عليها الاتصال بي غدا؟ يجب عليها الاتصال بي غدا. فكروا جيدا. أحسنتم. devi chiamarmi domani، devi chiamarmi domani، devi chiamarmi domani. إنه عاجل أو إنه أمر مستعجل في اللغة الإيطالية هي è urgente. رددوا معي، è urgente، è urgente. كيف نكون هذه الجملة؟ إنه أمر عاجل ويجب عليها الاتصال بي هذه الليلة. إنه أمر عاجل ويجب عليها الاتصال بي هذه الليلة. فكروا جيدا. أحسنتم. è urgente e devi chiamarmi questa notte، è urgente e devi chiamarmi questa notte، è urgente e devi chiamarmi stanotte. تذكرون كيف نقول فعل ذلك؟ جيد. farlo farlo، كيف نقول إنه أمر عاجل وعليه أن يفعل ذلك من أجل اليوم؟ إنه أمر عاجل وعليه أن يفعل ذلك لي اليوم. تريثوا في الإجابة، خذوا الوقت الكافي. إنه أمر عاجل è urgente، ويجب عليه القيام بذلك. e devi farlo، e devi farlo، من أجل اليوم، per me oggi. لنردد معا، è urgente e devi farlo per me oggi، è urgente e devi farlo per me oggi. كيف نقول يمكنه الاتصال باليوم؟ يمكنه الاتصال بي اليوم، سهلة جدا. può chiamarmi oggi، può chiamarmi oggi، كيف نسأل هل يمكنه الاتصال باليوم؟ هل يستطيع الاتصال باليوم؟ سهلة جدا، نغير نبرة الصوت ونقول può chiamarmi oggi، può chiamarmi oggi، può chiamarmi oggi. كيف نقول تستطيع أن تقوم بذلك اليوم؟ هي تستطيع أن تقوم بذلك اليوم. جيد. può farlo oggi، può
فارلو أوجي. كيف نسأل؟ هل تستطيع، هي بمعنى هل تستطيع أن تقوم بذلك اليوم؟ هل بإمكانها القيام بذلك اليوم؟ جيد. può farlo oggi؟ può farlo oggi؟ può farlo oggi؟ كيف نقول يريد أن يكون هنا؟ أحسنتم. vuole essere qui. vuole essere qui. كيف نسأل؟ هل يريد أن يكون هنا؟ هل يريد أن يكون هنا؟ جيد. vuole essere qui. vuole essere qui. كيف نقول تريد أن تتصل بي هذه الليلة؟ هي تريد الاتصال بي هذه الليلة. فكروا جيدا. أحسنتم. lei vuole chiamarmi questa notte. lei vuole chiamarmi stanotte. كيف نسأل هل يمكنها الاتصال بهذه الليلة؟ هل بإمكانها الاتصال بهذه الليلة؟ فكروا جيدا. ممتاز. può chiamarmi questa notte؟ può chiamarmi questa notte؟ والآن لننتقل لسؤال التميز. كيف نقول ماريا تريد التكلم معك الآن؟ يجيب المعني بالأمر ويقول الآن لا يمكنني لأنني مشغول، يمكنها الاتصال بي لاحقا. بهذا تكون نهاية هذا الدرس، نلتقي في درس قادم بحول الله. إلى اللقاء.